وأنت تفكر في حل لمشاكلك، ليس أمامك إلا الطرق المألوفة والمشروعة. قم باختيار طريق الانتخاب لتفتح ما أغلق من أبواب. ستلقى المفوضية واقفة بالانتظار، أتمت استعداداتها، فما عليك إلا إنجاز المطلوب وإنهاء المشوار. وأنت تمضي نحو الصندوق لا تذكر أنك مهمش أو مسحوق، فبأيديك لا بأيدي غيرك تصنع التغيير. ستتوقف التجاوزات والخروق، ويكون لك أن تبحث جديا عن الامتيازات والحقوق. أمامك كتل شتى عرضت برامجها ووضحت وجهات نظرها، فاختر ما يناسبك دون ضغوط، وتغاضى عما جربت على نحو مسبوق. إن الطريق يا سادة إلى الغد يبدأ في العاشر من تشرين، وهو على بعد 40 يوما من هنا، فلا تسمح أن تنتابك 40 فكرة وفكرة، ويتغلب عليك 40 رأيا. اجعله واحد وقرر بنفسك مع الآخرين. لابد أن المشاغل أتعبتك، وتيارات الحياة الصعبة جرفتك، والأماني التي تأجل تحقيقها أشعرتك باليأس. فلا تجعل الهواجس تهزمك، ولا تسمح للوقت أن يفوتك فتزيد متاعبك ومصاعبك وتؤجل أمانيك مرة أخرى. هي رسالة إلى ناخب لم يبقى بينه وبين الاختيار إلا أيام، فإذا ذهب واختار أوجد مساحة حرة لذاته، وإذا عزف وتردد أبقى التخبط سيدا لأوقاته. القرار بيدك، فلا ينبغي السماح لغيرك بتقرير مصيرك وما أسوأ قراراته. أهلا بكم.